كم الساعة عندكم في قطر؟ إنها الساعة الخامسة والربع. وأنتم؟ كم الساعة عندكم في أمريكا؟ إنها الساعة التاسعة والربع. كم الساعة عندكم في اليونان؟ إنها الساعة العاشرة والربع. وأنتم؟ كم الساعة عندكم في هولندا؟ إنها الساعة التاسعة والربع. كم الساعة عندكم في المغرب؟ إنها الساعة الثانية إلا ربعا. وأنتم؟ كم الساعة عندكم في بريطانيا؟ إنها الساعة الثانية إلا ربعا أيضا. لقد انتهت حلقة اليوم. شكرا لكم على المشاهدة. اضغطوا على اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من قناة Arabic Immersion. وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مع السلامة.